مشروب. انا جاي النهارده عشان حق محمد صاحبنا، بس درجه الحراره مرتفعه، فاحنا كنا عايزين نجمع توقيعات او نخش الاكاديميه بالكرنيهات بتاعتنا عشان الناس ما تجيلهاش ضربه شمس، وعشان نبقى مؤمنين، عشان ما فيش اي حد يطلع علينا من البلطجيه اللي بتحصل في اي اعتصام بيحصل. بس فاحنا بنتكلم الاكاديميه، بلاش الاكاديميه، اللي احنا نخش نعتصم صم سلمي داخل الاكاديميه بكرنيه بالاي ديات بتاعتنا عشان ما فيش اي مشكله تحصل لاي حد. هو الامن ملوش دعوه ان هو ما يقدرش يدخل حد من الطلبه غير لما يجي له اوردر من الاداره نفسها، والاداره متجاهله لنا تجاهل تام، واحنا مش عارفين، الناس جالها ضربه شمس واحنا واقفين مش عارفين نعمل ايه. فاحنا هنفضل معتصمين ايا كان اللي هيحصل لنا، هنفضل معتصمين لحد الاداره تفتح لنا الاكاديميه ونخش.